بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 21 بعد 200. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع من جمهورية مصر العربية ورمز إلى اسمه بالحروف با فا زاي. أخونا يقول في رسالته: قمت بشراء قطعة أرض مباني بمبلغ من المال، ولم يتم إقامة مباني عليها لمدة 10 سنوات ولم تستغل خلال هذه المدة، فهل عليها زكاة مال وما مقدارها، وهل هي على مبلغ الشراء فقط أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذه الأرض التي ذكرها السائل حسب نيته، إن كان يريد أن يقيم عليها مباني للتأجير والاستثمار فليس فيها زكاة طيلة هذه المدة لأنها لم تنول البيع، ولكن إذا أقام المباني عليها وحصل على أجورات منها فإنه يزكي هذه الأجورات إذا حال عليها الحول وهي عنده، وحول الآجار يبدأ من عقد الآجار، فإذا تم على الآجار حول من بداية العقد فإنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا فأكثر. أما إن كان نوى هذه الأرض للبيع طلب الربح فإنها تكون عروض تجارة، تجب الزكاة فيها بقيمتها عند تمام كل سنة، تقوم بما تساوي على رأس السنة، ثم تزكى، يخرج ربع العشر من القيمة التي تساويها لتلك السنة، ولا ينظر إلى ما اشتراها به وإنما ينظر إلى ما تساويه عند تمام الحول، ثم يخرج ربع العشر من ما تساويه. هذا إذا كان نواها للتجارة والبيع والشراء، سواء أراد بيعها وهي أرض أو أراد أن يبني عليها ويبيع المباني، فإنه يقومها بما تساوي كل سنة ويخرج زكاتها لأنها أصبحت عروض تجارة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع فضل الله رشيد من المنطقة الغربية بعث يسأل ويقول: إذا لم أتذكر صوم الغد من رمضان وليس عندي ما يعارض الصوم بإذن الله تعالى، فهل علي قضاء ذلك اليوم؟ وإذا نوى الشخص صوم رمضان أثناء الأذان ولا يدري هل المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر أم بعده، ما حكم نيته؟ جزاكم الله خيرا. لا بد من العزم والنية الجازمة للصوم من الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. فإذا نوى الصوم قبل طلوع الفجر صح صومه، أما إذا أصبح وهو متردد لا يدري هل يصوم أم لا فإن صوم الفرض لا يصح، لأنه مضى جزء من النهار وهو لم يعزم على الصوم بذلك الجزء، يجب عليه القضاء. أما صيام النافلة يجوز للإنسان أن ينويه من النهار بشرط أن لا يكون قد فعل ما ينافي الصوم قبل نيته من بعد طلوع الفجر إلى نيته، يصح الصوم بنية من النهار إذا لم يكن فعل ما ينافي الصوم من أكل أو شرب أو جماع بعد طلوع الفجر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة رمزت إلى اسمها بالحروف ألف يا عين، رسالتها مطولة بعض الشيء، تقول فيها: لي 5 أولاد وزوجي موظف بسيط راتبه ضعيف لا يكفي أولادي، وأحيانا لا أجد ما أطعمه أولادي، وليس لي عمل مناسب حتى أساعد زوجي، وخاصة أنني ألتزم بالزي الشرعي والحمد لله، ولا يدري عنا أحد أننا نحتاج المال لأنه بفضل الله قد رزقنا الله التعفف ولنا بعض الأصدقاء.
أحيانا هؤلاء يعطون المال لعدد معين من الناس، وقد ذكرناهم نحن لهم، وبعد فترة كانت أسرة من هؤلاء الفقراء قد أغناهم الله وأصبحوا لا يستحقون هذا المال، وخاصة أنهم لا يلتزمون بالدين. وفي هذه الحالة كنت في حاجة شديدة لهذا المال، فأخذت المال الذي يخص تلك الأسرة وأنفقته على أولادي بما يرضي الله عز وجل، وكنت أحاول أن أتقي الله في هذا المال، وأنا أخشى أن يكون علي إثم في ذلك، ولكن كنت أجد نفس الشروط التي يشترطها هؤلاء الأغنياء تنطبق علينا، والحمد لله الآن قد يسر الله لنا الحال وأصبحنا لا نستحق هذه الزكاة، فهل علي سداد المال الذي أخذته من تلك الزكاة بعد أن يسر الله لنا الحال، في حين أنني أحاول جاهدة أن أتصدق على المحتاجين لأنني أشعر بحالهم، ولكن هل علي سداد المال بنفس الكمية التي أخذتها من الزكاة؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أنك قد أخطأت في هذا التصرف، وكان الواجب عليك أن تبلغي مخرج الزكاة عن الواقع قبل أن تتصرفي، أن تخبريه أن الأشخاص الذين أرسل الزكاة معك لهم لا يستحقون الزكاة لغناهم وعدم حاجتهم إليها، وأخبرتيه أنك بحاجة إلى الزكاة أنت وزوجك وأولادك، حتى يسمح بها أو ينويها لك ويخرجها إليك، ويكون الأمر واضحا أمامه. أما وقد تصرفت هذا التصرف ولم تخبريه بذلك، فإن الواجب عليك أن تدفعي هذا المبلغ وأن تغرمي هذا المبلغ للفقراء، وأن تخبري المتصدق بهذا الذي حصل، ثم هو يتصرف فيه ويعطيه لمن يستحقه، لأنه زكاة لم تصل إلى من نواها لهم، فلا بد من إخباره بذلك وإحضار المبلغ الذي دفعه حتى يعطيه لمستحقيه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال من المستمع علي فلاح علي يسأل ويقول: ذهبنا للعمرة في شهر رمضان وحصل لزوجتي قيء إجباري عليها ولم تفطر، هل صيامها جائز أم لا بد أن تقضي؟ جزاكم الله خيرا. الصائم إذا غلبه القيء وخرج بغير اختياره فإنه لا يؤثر على صيامه، لأنه بغير اختياره، فصيامك صحيح والحمد لله، أو صيام من حصل له ذلك صيام صحيح لأنه بغير اختياره. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندنا مسكن وأمامه مقبرة والجميع لهم في القدم شيء كثير، وحينئذ نصلي أحيانا في البيت ولا ندري هل يؤثر ذلك على صلاتنا، علما بأن المقبرة تبعد عن بيتنا ما يقرب من 10 أمتار. لا حرج عليكم في ذلك، ما دامت المقبرة منعزلة عن البيت وبينها وبين البيت مسافة كما ذكرت السائلة، فإن الصلاة صحيحة، إنها لا علاقة لها بالمقبرة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: محمد بابكر. الأخ محمد له سؤال طويل ملخصه أن أحد الوعاظ قام في مسجدهم بعد الصلاة وذكر وعظ إلى أن وصل إلى ذكر والدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهما كفار وفي النار، وحينئذ شوش على كثير من المصلين وبدأوا يتساءلون، رأيكم في مثل هذا؟ جزاكم الله خيرا. أولا، تعرض لمثل هذه المسائل أمام الناس لا داعي له، وليس للناس فائدة من وراء ذلك، إلا من كان يعتقد أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنان فإنه يبين له أنهم ليسوا بمؤمنين. أما من لم يكن عنده علم من ذلك ولا يجادل في ذلك فإنه لا داعي إلى إثارة الموضوع أمام العوام وأمام الناس. أما والد النبي صلى الله عليه وسلم فإنهما كافران على دين الجاهلية، على دين قريش ودين العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعبدون الأوثان ويشركون بالله عز وجل، وهذا ليس فيه غضاضة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من قبله من الأنبياء منهم من كان آباؤه كفارا كإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن آباه كان كافرا مخالفا لدين إبراهيم، قد نهاه الله عز وجل عن الاستغفار له، وذلك في قوله تعالى: وما كان استغفار لإبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه
إن إبراهيم لأواه حليم. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه عندما زار قبرها واستأذن ربه في ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لم يأذن له بذلك، حتى بكى النبي صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله. يجب على من التبس عليه الأمر أن يعلم هذا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها من جدة المستمع وهيب عبد العزيز البارودي. الرسالة تضمنت جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث معناه إذا سمعتم صياح الديك فاستغفر الله، أو ما معنى ذلك جزاكم الله خيرا؟ نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا سمع صياح أذان الديك فإنه يقول أسأل الله من فضله، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الديك فإنه ينبه للصلاة. أما غير ذلك من الدعاء غير مشروع، غير ما ورد به الدليل، وهو أن يقول أسأل الله من فضله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أسمع كثيرا من بعض المصلين يرددون دعاء بعد إقامة الصلاة وتأهب الإمام لتكبيرة الإحرام، مفاد هذا الدعاء: اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ولا تفضحنا يوم العرض عليك. وكذلك بعضهم يقول بعد أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام: الله أكبر، يقول بعض المصلين عز وجل، فهل ورد ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حكم من قال ذلك؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء بعد الإقامة، فاعتياد ذلك والتزام دعاء مخصوص بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام هذا لا يجوز. أما إذا دعا الإنسان بعض الأحيان فلا بأس بذلك، إنما الممنوع اعتياد هذا الشيء أو تخصيص دعاء في هذا الموطن لم يرد به الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد سئل الإمام أحمد رحمه الله، قيل له: قبل الإقامة بعد الإقامة تقول شيئا؟ قال: لا، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعم نعم. وأما إذا قال الإمام الله أكبر تكبيرة الإحرام، نعم، فلا يجوز أن يقول المأموم عز وجل أو ما أشبه ذلك، لأن هذا لا دليل عليه، يكون من البدع. نعم، جزاكم الله خيرا. هل مس الحصى من غير قصد وقت صلاة الجمعة يبطل أجرها، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له؟ نعم. يقول: هل مس الحصى من غير قصد وقت صلاة الجمعة يبطل أجرها، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له؟ من مس الحصى فقد لغى، هذا ورد حال الخطبة، ورد في حال الخطبة. نعم. فإن الحاضرين يستمعون إلى الخطبة ولا يعبثون بالحصى ولا بشيء غيره ولا يتكلمون، يجب الإنصات، الاستماع يجب الاستماع والإنصات، قطع الحركة وقت الخطبة. فمن تكلم أو مس الحصى فقد لغى، ومعنى لغى أي أنه يبطل ثوابه، ويكون كما جاء في الحديث كالحمار يحمل أسفارا، بمعنى أنه تكلف المجيء والحضور ولم يحصل له ثواب ولا نفع من حضوره، كالحمار الذي يحمل الكتب وهو لا ينتفع بما فيها. وهذا معناه النهي والتنفير من الكلام والعبث وقت خطبة الجمعة. أما الصلاة، صلاة الجمعة وغيرها ينبغي الخشوع فيها والسكون والطمأنينة وعدم العبث والحركة، لأنه في عبادة وفي صلاة، فلا يكثر من الحركة أو من العبث، لأن ذلك يخل بصلاته وقد يبطلها إذا كثر وتوالى من غير حاجة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: من غير قصد. شيخ صالح، النهي عام، النهي عام، ولكن لو نسي. نعم نعم. لو نسي وعمل شيئا من ذلك، الله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع حسين عبد المحسن عطية مقيم في الرياض بعث
قضية مطولة ملخصها أن رجلا قذف زوجته مرتين، فهل يجوز إرجاعها إليه أم كيف تنصحون الزوجة جزاكم الله خيرا؟ القذف حرام، وهو الرمي بالزنا بفعل الفاحشة، فاحشة الزنا. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فلا يجوز قذف المؤمنات سواء كنا زوجات أو غير زوجات، والقذف كبيرة من كبائر الذنوب كما عده النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر، قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وأوجب الله الحد على القاذف إذا لم يقم البينة على ما قال، بأن يأتي بأربعة شهود يشهدون بما قاله. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فالقذف كبيرة موبقة من الكبائر الموبقة، فعلى من تكلم بشيء من ذلك أن يتوب إلى الله توبة صحيحة وأن يحفظ لسانه. وأما زوجته التي قذفها فإنها لا تخرج من عصمته، هي زوجته، لكن لو طالبت بحقها فلا بد من إجراء الحكم الشرعي عليه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات بعثت بسؤالين، في سؤالها الأول تقول: انتهيت من طعام السحور وقمت لغسل فمي وبدأ الأذان في مسجد قريب منا ولم يؤذن في الإذاعة، وبدون شعور شربت قليل من الماء كما تعودت عند غسل فمي من السحور في كل يوم وانتهيت، ثم بدأ الأذان في الراديو، مع العلم أن الأذان في الإذاعة على توقيت الرياض ونحن نقيم في الرياض، فهل علي قضاء ذلك اليوم؟ لا حرج عليك في ذلك، الحمد لله، لأن هذا الذي حصل قبل الإمساك، قبل دخول وقت الصوم، فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله. ولو أن الإنسان نوى الصوم في وقت مبكر قبل طلوع الفجر فلا مانع أن يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر، الحمد لله، ونيته قبل الوقت لا تمنعه من الأكل والشرب، أن الله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول: هل يجوز أن أركب السيارة التي يسوقها أحد جيراننا الأمين الملتزم كما يشهد له الحال، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، ومعه زوجته الملتزمة بالزي الشرعي، ومعي أنا ابني الذي عمره 11 سنة، ونذهب معه لسماع بعض المحاضرات الإسلامية؟ لا بأس بذلك ما دام لم يحصل خلوة بينك وبين هذا الرجل، بل هناك معكم في السيارة ركاب آخرون، زوجته وأولادك، فإن الخلوة قد زالت، لكن بشرط التزام الحجاب الساتر. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الأخوة المستمعين بعث بقضية، ملخص هذه القضية أن إمامهم يلحن في القراءة لحنا يخل بالمعنى في بعض الأحيان، فهل له أن يصلي بالناس جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز أن يؤم الناس من يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى، كأن يقرأ العالمين أو أنعمت عليهم أنعمت عليهم أو ما أشبه ذلك من اللحن الذي يحيل المعنى، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ويجب أن تقرأ قراءة صحيحة مستقيمة، فمن كان يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إنه لا يكون إماما لمن هو أحسن منه قراءة وأحسن منه حالا في القراءة، ويجب عليه هو أن يتعلم القراءة الصحيحة مهما أمكنه ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائل
رسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم.